الخير يا عم حافظ. اهلا صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانيه وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد ضمدي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كان يجيب لنا عربيه بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسه ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. دوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. كانت مشاش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي. مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ انا نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله. مش هيقلنا 400,000 جنيه ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيت؟ لا بلغيت الست. يودينا المجمع ب 50 سنة. عينيا ماشي. يا ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ احنا فين؟ في شبرا مظلات.
انت بتسلي علي؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في نهوة سوا؟ عامل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس في السابع؟ لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت وانت كنت عنده. شيل يا مشميش. ايه يا ابوات دولة يا مشميش؟ خش يا رشبيش. استاذ أيوة. خش يا رشبيش. استنى على رشبيش. ايوه استنى على رشبيش. انا معاك بيه. تعال رشبيش. حاضر بيه. تعال رشبيش. حاضر بيه. استنى رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. يلا اصل مراتي خلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا اصل رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حضرتك تحول محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكوا. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه حاط برود الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايزه اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا برود الخزن ومفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا مستعجله تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. الحوار قوي حوين قوي على المروح. فهمتك على الله، انا على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك.
ايه هو في اخر الصف؟ انت هتقبض اخر الشهر 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل وخلي الباقي علشان ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه الربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي بطنك. طب ما تزعلش خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله انت مش بتقول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجه. اصل الست والدتك مش عاجبها الزياره اللي انا جايبها. بص البرتقال شوفي فضل خير البرتقال عامل ازاي؟ ولا اليوسف افندي؟ حد يلاقي يوسف افندي زي ده؟ ولا شوفي بلح على النعمه حد يلاقي بلح عيشه زي ده؟ شوفي البلح وحلاوته؟ شوفي حلاوته؟ معلش يا رمضان معلش ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك انا علشان خاطرك استحمل اي حد يقدرني. اي والله كل يهود حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد؟ هو مش زي الميه الساقعه بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنه. اي والله سنه سود على دماغها باذن الله. خف عليك يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. ليه بنت بقى زياره؟ رمضان يا نعم. على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود يا احلى فتاه لقلع الحمام. بس ضايقك عيني. يلا استعنى على الشقه بالله. وصيتك العيال. عيالي ايه بس يا رمضان؟ هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا اهو نونس بعض وذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. علي مش عاجبها بلا عيش. امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يكسب لي فن ما ينهش عظمي. عظم ايه بالفتح ده؟ ده فقر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفان. يا اخت روحي اضرب يا شبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله انت مش بتقول انه غلبان وواقع مهما كان لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هتدخله معانا اللعب يطلع له قرشين حلوين. لا اعمل معروف والنبي فكر في اي حاجه الا رمضان ده كده. ماشي انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه يا لوتي؟ يا بشبيش اطمن الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي؟ ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لا كنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم مع النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه، ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي عليه عوض، عليه عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي عليه عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم عليه عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العجبجية زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقة الجامدة التمام اللي هي علشان يزله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العجبجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بالك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا، انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا شربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. ما فيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ ما فيش. بقول لك يا خلاص. وشك مش تشوف الميه حتى فيك ولا لا، يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان، هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ نقعد من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خالد ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم الحوافز ولا عليك. تعال هوا بعد الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خالد ابو علي. جاتك الهم.
هقول في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. يا اخويا على العيل ده لما امنا صفحت الميه. الله ده يا ست انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو. امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج. اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا ولية؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا ولية. سرقه؟ ايوه. سرقه ايه يا ولية؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدنيش حاجه، انت هتديني يا ولية؟ مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش، العيش اهو.
عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه لسه هطلع السلالم دي كليتها. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. بلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش. حقك عليا. بقولك ايه يا اخويا؟ ما توديناش محكمة عابدين؟ اخد عجلاس باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. ايوه يلا ياخد. يلا ياخد. اطلعي اختراعي. اطلعي يا حاسس. انا باخد لحاسس. اطلعي يا اطلعي. اطلعي يا اخويا. اطلعي يا اخويا. اطلعي يا اختي. اطلعي بقى. ايه يا ست انت؟ هتركبي وهو يحشك؟ شلني شلني. اشيلك؟ ايوه شلني. ده انت عايز اونش شوك عشان يشيلك؟ ايه اتخمنلك؟ اول مرة اشوف واحدة ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين اربعة رجالة يشيلوا معانا. طب شيلني عيب عليك. تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا خد مين وانت خد معاك شيل. شيل يا اخويا. شيل يا جدع. وين عدينا مؤاخذة؟ تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا. بعد عنا جوز هلقوا فلوس ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا بعد ما تخليش تتكلم وتتكلم. ايه ده؟ هو انا نعصاب؟ لما تعيب عملها. ايه يا ولاد انتوا؟ ايه ده؟ انا خافنا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يا محمد. اوعى يا نهار اسود. اوه يا يا راجل انت. اوعى حد يا محمد. والله العظيم بتكسم يا ولاد الكلمة. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوه هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ ابو الجبلة يا اخويا عاملينها فتحة. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا فلك نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا اختي دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. حتى اسألي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوة. انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت؟ ما تحطهاش حلوانة بسلوانة وتلزق كده. ارجع لورا شوية. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربية على وضع جسمك. الله. انا اشوف لك عربية على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا نفسي اركبه مره. الاسانسير عكران يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد
ما تضحكش عليا ولا حاجه، امرنا لله نطلع على السلم، ربنا ياخد اللي ببالي. نعم اخويا. مش قصدي عليك، انا مش قصدي عليك، انت ابن حلال، ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده، كيلو متر. عليا النعمة أنت مسكين. أيوة والله. الرد والسنة وصلوا الجمعية يا فندم. انت واقف فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه؟ اموت من الجوع؟ ثمنا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عيانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى من هدف معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ مالك؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني، عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي يا ست؟ اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 مرطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم يا ست ام علي؟ العروسه موجوده وأنا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وما يخنقش 4 جنيه. وأوضة النوم بكام؟ وما يخنقش 5 جنيه. يا ست النام على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، أنت لا تصلح للجواز بتلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب605 مرفوض. ب605 جنيه يا ماما. يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه، مقليسه قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش، ما تزعلش مني. الله،
هو انت ترزعيني الكلمة وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجة، حقك علي. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي راحة ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا يا اخوك حتى احنا فوخة. ما تشر عليك. يا بنتي ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. إله يا رب تطفح الرز، إله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياه. امال الموظف اللي زي حالتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت عليها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنة ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعية ولا من مجاب المية ولا من مجاب العيش ولا من قلة قدر المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، مش كان فارق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجة من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. رمضان ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. مالك يا ابني اسال بغلي كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار لقبل للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسينا غير سيره الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا سلام الله. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ قول لا اله. سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا وسهلا بكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا خالي؟ اهلا. اهلا يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صفا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خالي؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني، ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خالي، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما في شاي ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداو، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمدة عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتاني. تجعان وافرد يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خير. خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. من هنا يا من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه، اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيب. أرض أمك أنت كلت بقى من زمان. كلت بقى إيه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكاية الأرض، خليه علشان خاطر رابطة الأرحام اللي بيني. وأنت صغير عشان تشحت، شحط طويل عريض مستوظف في الحكومة وجاي تشحت.
ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شوطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لضربك؟ ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش. كنت كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشة أم علي، تبقى تمشي لشحتي في الشوارع. ايه جالك؟ صرح لي يا أستاذ رمضان، بتفكر في ايه؟ أنا جهزت يا أخي. أهو كل واحد بتفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كارت الخيبة، أنت فاهم حاجة اجري. يبقى أنا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهاردة 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا أستاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هام. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده اهو شويه كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تعيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت يا غير. اقول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديك معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور، ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استاجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا. ربنا يوفقك يا بشبيشه. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامة يا بشبيشي. السلامة يا اخوي. السلامة يا بشبيشي. ايه ده يا اخي؟ انت فتح؟ لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبلت الهبله دي؟ معلش حاج علي حاج علي يا بروح. تاكسي فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغاله باب الشعريه. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش، اني بح. نعم اني بح بح. بصراحة يا اخواني عشان ما شحتفكوش معاي انا اختلست الفلوس. مش معقول ابدا، مش معقول كده. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فيه؟ الله غريبة دي. يا رمضان افندي بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك. يا ابني ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنة بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخي، انا اعلم منكم كلكم. وفي واحد عارف في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيلي، اوعى تتهور ليحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا، يلا بينا، يلا يلا بينا. حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوري؟ انا عارف اقول كل شويه، قلت لك يا اخي وانت سامع. ايه بيعمل الشهاده؟ حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف يمكن انا اللي هتجنن. أنا مش عارف إيه الحكاية بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير إيه يا فندم؟ إيه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج إيه لا سمح الله؟ إزاي ما حفظتش الموظفين دي لغاية دلوقتي؟ ثم إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ أنا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس إيه يا فندم؟ هم مش قالوا لك اللي أنا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ إيوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام ولي رمضان وده تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلف فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست. لا وكمان انا راجل ما عرفش اللف ولا الدورات، ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزلة زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم اصل الميز. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبسي حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملقحك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقح عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. تمام يا فندم. سياده وكيل وزاره، خليك. اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوه يا راجل، ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطي للرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجعتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندك، ويا ابني انتوا اللي بتدوا له المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ما اداه الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حديك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ فين؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للتنزي قلت يعملهم لي اي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال يا فندم كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا والنبي حاج مامور، يلا وحياه ابوك خلصت. يلا يلا اقلب اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى اتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام ما تخافش. امشي خايف من ايه؟ يلا جرب قدام امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت موديني على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح عزو مع ناس سيف نروح على السجن على طول ونخلص. انت مستني قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو انت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جزء من اخره ولا نشيله جزء جنيهات. انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. انت برضه بيزوق؟ ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حاجة تغير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدع أنت، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احنا اللي حمير. يا اخوانا عيب كده، العفره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا خينا. انت رمضان عليه. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت عامل معايا سنت انت؟ ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه. وانت حلويتي وبقيتي ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان.
كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقوله بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسيم وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره، اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ الله لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان؟ طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك انا عم 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شاغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها لا هتطول ابيض ولا اسود، وهتتحبس برضه. وما الحياه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا. ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، او تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره، القانون واضح والماده معروفه ومحفوظه. ان انا بدل حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه. معيش بطاقه. ايه؟ وروني بقى هتعملوا ايه؟ ولا يمكن حضرتك اهو؟ لا في بطاقه. اهي اهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصوره بتاعتي حلوه. طب اتفضل اديها له. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخافش. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة معاك. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش خش. إيه يا ده العين؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. We'll be right back.
ايوه انا اللي انت ايه هرب؟ ايوه هرب، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تتكلم حرامي حرامي ايه كتكنين؟ احنا ناقصين، هم راضيين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامه. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومه. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغايه ما حددوا ميعاد الجلسه. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يعني يا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يبنوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا، ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط بالشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده، كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه عليه. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضنايه احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس علي. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه، هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعال كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه متغدى. وماله كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعال انا عايزك في كلمتين. تعال تعال. كلمتين ايه بس؟ تعال.
نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حما تنسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ست بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زين عسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويل. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويل؟ الله 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 الله. من هف اللي انت هفه. من هف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا على العموم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيه هديه دي؟ لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رايك بلا نيله. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام تشرب ايه يا شويش؟ افندم تشرب ايه؟ انت تعرفني يا جدع انت؟ الا ما اعرفكش، بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده. انا مش ههور يامة الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شويش. ايه حكاية شويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوك. ده انت كبرت في السن. اي أيوة والله كبرت في السن، صحتك بقت عيبه عيبه. هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي أيوة والله العظيم، والله العظيم ثلاثة بقى مصولات. الظلم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد، كنت عرفتك سري. بس دي معقولة؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقولة؟
حقدي لو حصل وعرفتي سري يوه يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. أنا مش فاهم حاجة. أنا بقى فاهم. إيه اللي وقع لك يا بنت؟ مش بنفر وجاز مبيري ده انت بلوم سياح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل ايه واستقيل؟ اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك فراخ وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت على ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرق عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء؟ حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليك. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس، القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجوه حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالي. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كرم. اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحة. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا حرام يا حلال. انتصار القانون، عاشت الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حره وعاشت مصر حره، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. مفيش دعوه، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها يا ام علي. في عينيا
ما بعرفش يا اخويا اشمه وقتل. منين يا حسره منين؟ مثلك انت مثلك. قلبي معاك يا استاذ حمدان. قلبي قلبك على روحك انت ما كويس مش دعوه خالص. يلا يا شاويش يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين يا اوباش يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا الا هو من اولها كده؟ تعال هنا يا اجي هنا فين؟ هاتو الله بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو انت هتنظر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو اصل هنا مفيش حد يفتح بقه فاهم يا اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو. انا افتح وقت ما يعجبني فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهزقت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت اسمك ايه؟ ابو قاب. قاب ايه؟ حد اسمه قاب. Thank you.
اجل استاله امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجه، انا غبت، هما ضاعوا في دول. لا كده ما مشيش، لازم تقدم استاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هروح استاله. انت تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر طبعا كسر، ده الحرام مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذة. حلو، تسميه حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. انت بتعمل ايه؟ حتم. تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لقصة الحرامية وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ أنت كبير المتصيد، أنت بتهبر وإحنا نعيط، ناكل يامك على طعمية وأنت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعمية وأنت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقرقش وإحنا بنتغدى حرنكش، وإحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%، احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%. قرش 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 قرش. اهو ده الهجام ضربوه، يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه، يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف هفاف ضربوه بيخاف بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال اهو ده النشال نشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرامي العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة سكة سكة. ودول زمايلنا السكاك، السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس وانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك.
انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليه لك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليك. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مره الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركه الرزم. بصراحه انا زعلان الموظفين في المصلحه هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاته. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه للموضوع ده. لا ما تخافش يا لوتي السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه انتوا نمتوا على الموضوع ليه؟ مش هنوزع فلوس؟ ما تغربش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا الساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع. سعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا. خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه؟ يا رح خد. يا عم ده انا يا اللي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده انت جربان. هيقول لي تحط فلوس محمود. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك على فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نورة حلوة. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره ايه؟ اصل انا كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري يا راجل. كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري. انا راجل محترم. اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. اشكرك جدا. أستاذ. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بنت ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. يا
اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه ساعه البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوحه ساعه البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسمون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا. بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. مين؟ استاذ رمضان. بس يا باشا ما طلع معرفه. ماشي بس ادي تهوه. خلاص استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالى روح استراحه. ولا هو ده بشبيش؟ ضربت ضربه. خد راحتك. ده ضربوني ضربه. ومين بقى اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشافوا كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجة بسيطة. ايوه بسيطة. ايه يعني الحكاية؟ حاجة بسيطة يا استاذ رمضان. بس شفت العملية بتاعة تاني جد فايدة ازاي؟ فايدة كبيرة. مش كده؟ تنوروا. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك، خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. والبقى في ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقى في انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عارف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في المدن. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه ست جامعه. حاضر. مع السلامه. ادخل.
عين يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحدد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحاته علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده دي؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل، إلا ما تقول لي سيادتك أمور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبش الحكاية أصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. أعمل معروف يا رمضان. أنا مهمتي إن أنا أجيب الحق لأصحابه، أنت ما سرقتش، يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية إزعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده إيه؟ حرام يا وانت أنا يعني أجزمت. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا يا عم معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز، أنت ما سرقتش، وإحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل. خد عسكري. اتفضل. ياخد مين؟ يا سعادة البيع أنا حرام؟ حرامي؟ أنا سرقت 400,000 جنيه، والفلوس في حوزتي. والشرطه معايا والدم والتلوم كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي، حرامي لسه اعلاني مختلس. هي براءه بالعقل؟ ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي، انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي. انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما تطلع تبقى جنون اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا بشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدهف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم اخلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع عندي؟ انا عارف. مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهمي ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ ما اعرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اري داهيه دي. لكن هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجة عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعادة الباشا. طب قول له كمان على صاحبته الرقاصة اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصة وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الأول؟ هقول يا سعادة البيه. ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني أكذوبي في قاعة هوا. أنا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقول. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ده حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. قال لي قول لي لو عوزتك اجيبك منين؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب.
ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. العجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب طيب كمان. يا سلام انا مش مصدقه عيني. الله مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا يا الف مرحبا. اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي. انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الشعره من العجينه. اطلعي علي هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروغ صبر. يا لهوي ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس. يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالذات ده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي علي هات الفراخ. هات الفراخ اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي اطلعي يا روحي اطلعي يا اخي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس. الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نوري. اي والله يا نوري. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونيرات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما اني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديه نديها بقى. يا جماعه ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انت؟ ارجع الفلوس ازاي؟ واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي انا هاخد حقي. شوف يا حماتي عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا حرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان
ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في ست الكل حماتي الحلوة دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقة غير الفلمانكو ده. وهنا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجارة ساعتها الفلوس الكتيرة لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزة. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية، هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط للنغنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضر شقتي مكتب، انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاته مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقايه وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغه ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس ادارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم، فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا ريت تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علي الدور. ايوه سعادتك اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجارة الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده يا استاذ عبد السميع. انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. ايه حاضر يا سيدي، ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلام. انا بكرر اسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي اتفضلي استاذ. سعيده يا بس بنتي. اهلا يا عيش. اهدى كله اهدى كله، كل ده يطلع منك خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم، خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب، انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح، مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن اه. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق البخله. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت علومكم، قلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرفش اقرا وكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في اي حاجة؟ ما بفهمش في اي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. هي دي الراقصة نهد؟ تمام. ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد عن اسم الهلوتي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. لحقت تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براب، ربنا يتمم بعقلك. عاقل قوي. هلا قال والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني؟ عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا الطينة الطين اللي داري. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فردوس يا عبد المتجلي. عبد المتجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا نصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشيله. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا علي. ليلتنا مطينة طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة بثلاث طناطين الليلاتي. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خال عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خال؟ أهلا يا مغاولي. أهلا أهلا أهلا. ازيك يا أستاذ رمضان؟ شايلي برا. والله عشت وشفتك آخر قبهة. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا وأنت عارف إنني بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خال؟ المواشي ما بقتش تجيبها معايا اليومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، احنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهو، انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه عينيها الاثنين، حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللات هي احسن تاخد باللات هي احسن. ما تدفعش باللات هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلي.
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سر رمضانكو الفلوس اهي عندي. عندي مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. انت عارف يا خال انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط؟ مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يا رعي؟ فين سمي؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا ليه ليه بي عن اسمع يالي كانوا على قرف لساني الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير. انتظريني لحظة من فضلك. ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان، قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا ادعوا لي. ربنا معاك. اصل انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مش عارفه مين يا روح امك؟ يا لهوي. ها ديكور احنا ولا ديكور؟ بوليس؟ ايوه بوليس يا كلب. ارفع ايدك لفوق. المنطقه كلها محاصره واي حركه هتضرب في المليان. انا غلبانه يا بيه. اخلصي. انا غلبانه. اخلصي خالص. اخلصي يا يا اخلصي يا زبده المجتمع يا حسانه يا قاع المدينه. حرزوا الخمره والملابس الداخليه. انا بقى عليا الملابس الداخليه. اسكت انت مش دعوه خالص. حذار. حاضر يا معلم. معلم مين؟ عايز سياده المكتب. مكتب ايه؟ مش عايز ولا كلمه. يا سعاده البيع يا سعاده البيع الادب اسطرنا الله يسطرك. انا عندي عيال اكبر مني. شوف اذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. وبعيد؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايده. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه انا غلبانه يا بيه. يبقى انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت يسابلك بلاد. ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه. اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ظابط مباحث وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها وهي اللي قربته بسلامتها. اه
عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمع يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه حر يا بيه، بس اضمن مني ان تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطه اونطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. قلتلها بنت الارشينات. ايه؟ قلتلها بنت الارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخليه. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خدهم لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودينا في ده ليه؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش تحت هنا وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخرينا يا ناهد؟ انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصلاف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرود اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هنضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العشاء ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه حياتي. الا انتوا هتتعبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حلفالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. جوه جوه. اه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. بس هنا ما حدش يفتح بوقه، سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انت راح فين؟ راح عند شفت بقه. فين الفلوس؟ خلوها لك يا كرم الله. يا كرم الله. فضل ربي. الفلوس في ايه؟ يا كرم الله. بص عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة فلوس. كانش
ولا ننس يفتح بقه. فتحي غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كانكم ما تعرفوش اي حاجه. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياه يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياه الحراميه. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا عبد البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيب عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها واجهه لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هغسله غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم لاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا للاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات. قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام طوال. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شويه تعال تعال اطلب عليك يا ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا رصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. زجزح جوه التخشيبه بس احوالها يا ابويا غريبه، حجز جناح جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. دول زمايل لك كركيه، يعيش كبير الحراميه، يعيش اصل الحرميه، يعيش اصل الحرميه، يعيش كبير الحرميه. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. يوم واحد